مشاهدينا الكرام، مشاهدي شاشة الصحة والجمال في كل مكان، طابت أوقاتكم بكل خير أينما كنتم وأهلاً ومرحباً بكم مع هذه الإطلالة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم الرشاقة والجمال. دائماً وأبداً الرشاقة تسبق كل شيء، ولما لا؟ فهي إحدى مقومات الجمال الأساسية، وهي حجر الزاوية في بناء صحة جيدة وسليمة، وهي شرط أساسي من شروط الثقة بالنفس فعندما نقع في المرض يكون غطار الطبيعة قد انحرف عن طريقه والطريقة التي تقود إلى الصحة هي الاعتدال والعقل السليم أو الروح السليمة في الجسم السليم وكما قال أحد الحكماء أدركت أنه من العبث أن أضيع حياتي كلها لأن فكرة واحدة لم تتحقق بعد وهي الصحة الكاملة وقديما قالوا اخسر وزنك قبل أن تخسر صحتك مقولة أكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة منذ أمد بعيد فقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم: ما ملا ادمي وعاء شرا من بطن وبحسب ابن ادم لقيمات او اكلات يقمن صلبه، فان كان لا محاله فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. صدق رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، اذا هذا هو حث مباشر وصريح لا عوج فيه على الاهتمام والعنايه بالصحه والرشاقه. فكلاهما او هما وجهان لعمله واحده وهي سلامه الجسد. في هذه الحلقه من برنامجنا الرشاقه والجمال سوف نتطرق الى موضوع لطالما كان الحديث فيه منتشرا بيننا كان التطرق اليه امرا ضروريا وامرا هاما. في هذه الحلقه سوف نتحدث عن النحافه وكل ما يدور في فلكها. ولكن اسمحوا لي قبل ان نخوض في تفاصيل ودهاليز هذا الموضوع ان ارحب بضيفي وضيفكم في هذا البرنامج دكتور اسلام فايد اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه والمدرس المساعد بكليه العلاج الطبيعي نورتنا يا دكتور اسلام اهلا وسهلا الصحه عامله إيه؟ الحمد لله كله تمام تمام ايضا مشاهدينا الكرام نحن في انتظار اسئلتكم واستفساراتكم أو رقمنا لا تظهر على الشاشه او بعتنا على اس ام اس كل ما يصل في عقولكم حول موضوع النحافه دكتور اسلام يمكن عندنا حاجات كتير النهارده عن موضوع النحافه ولكن حابب قبل ما ندخل في اي تفاصيل عن موضوع النحافه حابب انك بس تدينا كده ديفينيشن كده سريع تعريف مبسط عن النحافه عشان خاطر المشاهد حتى يدخل معانا في مود الحلقه ويكون معانا في الصوره. تمام طيب. هو مبدئيا هو النحافه والسمنه هما زي ما بنقول وجهان لعمله واحده طيب. اللي هي اضطرابات الوزن م. يعني دايما هما الاثنين مشكلتين. والنحافه ليها مشاكل زي السمنه وليها مخاطر زي السمنه <applause> وعندنا شريحه من الناس بتعاني برضو من النحافه يعني زيها زي السمنه بالظبط فعشان كده احنا قلنا لازم نتكلم في الموضوع ده دي. دي النقطه الاولى النقطه الثانيه ان قد تكون السمنه في بعض الاحيان النحافه ولا السمنه؟ إن... لا السمنه سمنة. قد تكون تمام. السمنه في بعض الاحيان هي بالنسبه مشكله لكل الناس اما <applause> النحافه زي ما نقول نعمه ونقمه يعني يجي الشخص اللي هو اللي هو عنده سمنه خلاص بيبص للشخص النحيف على انه ايه؟ بياكل اللي هو عاوزه بيشرب اللي هو عاوزه ياكل حلويات يبقى عنده في ما بيتخلى حاجه فهو شايف ان دي ميزه طب اما نيجي نخاطب بقى الشخص اللي عنده نحافه لا ده انا عندي مشاكل كتير مم. النحافه بالنسبه له بتمثل مشكله كبيره جدا زي ما هنتكلم على مخاطر النحافه ومشاكلها تمام طب هي كتعريف النحافه هي نقصان الوزن عن الوزن المثالي او الوزن الطبيعي مم. وفعليا في الواقع النحافه مش محتاجه تعريف الشخص النحيف بيبان وسط اقرانه وفي وزن طبيعي دكتور بالنسبه للشخص معروف اه هنتكلم فيها في التقييم دلوقتي تمام طب النحافه عمليا مش محتاجه تقييم هو الشخص النحيف هيبان وسط اقرانه لو طفل وسط المدرسه هتفاجئ ان هو جسمه مختلف هيكون واضح وظاهر للناس كلها ان هو اه هو مش محتاج عمليا لا مش محتاج تقييم تمام طب طبعا بيبقى فيه تقييم الكلام طب دكتور اسلام يمكن كتير قوي من الحالات اللي بتقول على نفسها انها عندها نحافه او اللي حواليها بيهموها انها عندها نحافه تمام. من ممكن ما يكونش عندها نحافه بالصوره اللي هي المرضيه او الصوره م. الفعليه السؤال بشكل ايه مباشر ببساطه اكتر من كده ازاي اقدر انا اقدر اقول ان ده نحيف وده مش نحيف التقييم عمليه التقييم نفسها بتكون ازاي تمام هو في طريقه طبعا للتقييم طب مبدئيا لازم نفرق ان في فرق بين الرشاقه أو الجمال بصفة عامة تمام والنحافة، مش دايماً إن أنا معنى إن أنا نحيف يبقى أنا رشيق، في فرق شاسع وهل وفي معيار الكلام ده بيقول هل أنا نحيف ولا لأ؟ دي النقطة، النقطة تمام التانية قد يكون الشخص نحيف ولكن صحته صحة جيدة، نشاطه نشاطه كويس، بيمارس حياته بصورة طبيعية جدا، فما عندوش أي مشاكل، فبقى بنقول عليه الشخص النحيف النشط. في بعض الأشخاص بيبقوا عنده نحافة ولكن عنده مشاكل مرضية تمام هي دي بقى اللي إحنا بنخاف منها <applause> طب ايه المعيار اللي انا بقيم بيه النحافه انا عندي معيارين مهمين جدا في معيار ممكن المريض يعني الساده المشاهدين يعملوه في البيت وده ممكن نعرضه حتى نعرضه انت عندنا صوره يا جماعه بعد اذنك في الاعداد بس ننزل آه الصوره اللي عندنا حاجه بسيطه جدا تمام. خلاص واللي احنا الوزن بتاعنا بالكيلو جرام بنقسمه على مربع الطول بالكيلومتر ده, ده انا ممكن اقدر اعمله في البيت بدون بدون ما انا الجا لاي متخصص بدون اي حاجه يعني زي ما احنا آه شايفين موجودة شايفين بنقول عليه بودي ماس اندكس او مؤشر كتله الجسم تمام. وده من خلاله بنقول الوزن بالكيلو جرام على متوسط الطول مم. يعني هدي لحضرتك مثال لو انا جالي مريض وزنه 45 كيلو تمام خلاص لو قسمت على وطوله مثلا 160 سم لو انا قسمت الوزن بتاعه اللي هو 45 كيلو على 1.6 من عشرة في واحد وستة من عشرة هلاقي إن المقياس تقريبا هيطلع حوالي سبعة عشر ونص تمام الدرجة اللي هتطلع لي دي ده مؤشر بيقول لي أنا في أهله درجة يعني ممكن نعرض الصورة الثانية الصورة الثانية يا جماعة بعد إذنكم نزلوها لنا تمام الصورة التانية مم. اللي هتتعرض دلوقتي ده مؤشر بيقول لي لو انا اقل من 18 ونص حضرتك بتعاني من نحافه زي ما احنا شايفين دلوقتي هنا في مشكله أقل من 18 ونص يبقى هنا في مشكلة يبقى ده أندر ويت يعني حضرتك نحيف تمام لو حضرتك من 18 ونص حتى قبل ال 25 ده الوزن الطبيعي بتاع حضرتك فيما مه. فوق بعد كده بندخل في درجات السمنة طب اللي يهمنا لو حضرتك عملت المقياس ده في البيت ولقيت حضرتك أقل من 18 ونص يبقى في عندك مشكلة في النحافة إذا حضرتك تعاني من من نحافة تمام ده اسلوب بسيط جدا ممكن اعمله في البيت. ده الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول مربع الطول بالك... بالمتر. تمام. في وسيله ثانيه ودي مم. مشهوره الناس كلها تعرفها ان انت حضرتك تشوف طولك وتنقص منه 100. يعني لو حضرتك طولك 170 يبقى تنقص 100 يبقى, يبقى الوزن بتاعك المثالي 70. مم. حضرتك طولك 180 يبقى الوزن بتاعك كام؟ 80. وده زي ما قلنا ده مقياس في البيت. طب ايه وظيفه المقياس في البيت؟ المقياس في البيت بيقول هل حضرتك عندك ضروره انك انت تروح لاختصاصي في لا ولا لا؟ يبقى ده جرس الانذار ده جرس الانذار تمام. يبقى ننتقل للنقطه الثانيه اللي هي التقييم الطبي بقى انا لما بيجي لنا المريض العياده بيقيم تقييم طبي اللي هو بتاعكم بقى انتوا ده بتاعنا ده تمام ايه بقى انا عندنا دلوقتي في اجهزه حديثه جدا الاجهزه دي بتحلل مكونات الجسم بالتفصيل يعني ايه؟ يعني هتقول لي جسم حضرتك عنده قد ايه عضلات قد ايه ميه قد ايه توزيع الدهون فيه ولا لا صحيح قد ايه معدل الحرق بتاع حضرتك مم. دايما هنلاقي مثلا معدل الحرق عالي مم. فبيديني صوره تفصيليه لمريض النحافه وعلى اساسها بيتم اجراءات العلاج واللي هنتكلم عنه تمام يبقى انا عندي اصبح عندي تقييم منزلي او تقييم بيتي ده سريع وقيم وتقييم وتقييم المتخصص. اه تقييم الطب طبعا هيبقى فيه شيء من التفصيل اكتر إنه هو هيدينا ريبورت للمريض وعلى اساسه هنقدر ناخد الخطوات العلاجيه ان شاء الله. تمام طب بقى دكتور اسلام يمكن الكباتن بتوع الجيم دلوقتي اللي بيسمعونا يقول لك طب المعادله اللي قال عليها الدكتور اسلام اللي هي مم. الوزن بالكيلو جرام على المربع الطول بالمتر، مم. هل ده انا ينطبق تنطبق علي المعادله دي ولا لا؟ تمام النقطه دي هايله. تمام خلاص انا المعادله اللي احنا اتكلمنا عليها دي تنطبق مم. لكل الناس باستثناء باستثناء بعض الناس، مين هم؟ نمره واحد الرياضيين. نمره اثنين الاطفال الاقل من 18 سنه. تمام نمره ثلاثه الحوامل نمرة أه. أربعة كبار السن أنا بتكلم فوق السبعين سنة الأربعة دول لا ينطبق عليهم المعادلة دي أه. هتيجي تقول لي دلوقتي طب أنا عندي بنت عندها خمس سنين أعرف الوزن المثالي بتاعها إزاي أه. إحنا عندنا بيبقى فيه تقييم طبعا ليها وبنعرف الوزن المثالي بتاعها من خلال بعض التقييم ولكن في حسبة بسيطة جدا أه. اضرب سنها في اتنين وزود عليه تمانية غالبا ده الوزن المثالي ندي مثال أه. لو أنا بنت عندها خمس سنين خلاص خمس سنين في 2 ب 10 زود عليها 8 يبقى 18 18 كيلو فوق 2 او تحت 2 يعني من 16 ل 20 كيلو ده الوزن المثالي بتاعها تمام تمام كده دي مم. معادله بسيطه جدا مم. يعني للناس في البيوت خلاص يبقى انا بستثني من التقييم بتاعي زي ما قلت اربع فئات الرياضيين الرياضيين والاطفال والاطفال والحوامل و كبار ما السن اللي ما فوق ال 70 سنة. سنه دول بيستثنوا انهم حسابات معينه ثانيه طبعا لاختلاف البنيه التشريحيه والجسمانيه الك... بتاعتها مختلفه صحيح تمام طب دكتور اسلام دلوقتي اللي عايز اعرف من حضرتك هل في انواع للنحافه هل النحافه دي متعدده مثلا ولا مم. لا هو النحافه مبدئيا لها نوعين مهمين جدا مم. في حاجه اسمها نحافه اوليه او مم. الشخص هو مولود نحيف مم. يعني هو من ساعه ما اتولد وهو عنده نحافه مم. خلاص ونحافه ثانويه يعني هو ما كانش عنده مشكله في الوزن ولكن حصلت له مشكله هي كانت سبب للنحافه. بتنتج نتيجه لسبب اسباب ثانويه تمام وده مم. بينقلنا للنقطه اللي بعدها اللي هي اسباب النحافه. مم. ان انا عندي اسباب النحافه هتختلف على حسب النوع بتاع النحافه. يعني, يعني فيها اسباب للاوليه وفي اسباب اسباب, أسباب للثانويه فقد تمام. يكون مثلا عندي ال... نتكلم على النحافه الاوليه، نحافه مم. اوليه يعني شخص هو مولود نحيف. مم. يبقى هنا العنصر الجيني بيلعب دور مهم جدا. دايما المريض لما يجي لك يبقى عنده تاريخ عائلي ان عنده نحافه، يقول لك اه انا جدتي كانت نحيف والدي نحيف، يبقى هو عنده تاريخ مرضي للكلام ده. تمام وده اللي احنا بنقول عليه هو عنده استعداد للنحافه. حتى لو هو ما كانش نحيف، لا هو عنده استعداد ان ايه؟ يبقى نحيف جسمه ما بيكتسبش الوزن بسهوله. دي نقطة، النقطة التانية اللي بتميز المريض ده خصوصا لو طفل، تيجي الأم تقول لك ايه؟ أنا لما رحت المدرسة اتخضيت طب ايه اللي حصل؟ تقول لك انا ابني مثلا في خمسه ابتدائي فوجئت ان زمايله كلهم انا حسيت ان الولد في حضانه. مش بياكل. ده حقيقي. اما بتشوفه في اقرانه تلاقي من اقل طول، اقل مثلا في الوزن، اقل في الحجم، وقد يكون كمان النحافه مأثره عليه اقل دراسيا. نفسيا كمان. اه نفسيا ودراسيا، مه. يعني دراسيا ما بيحصلش كويس. تمام. طبعا مش كل النحاف بيبقوا طبعا عندهم تحصيل دراسي قليل، مه. ولكن في بعض الاحيان تكون النحافه مصاحب لها تاخر في الدراسه كمان. مه. تمام طيب كده فدي النحافه الاوليه ده شخص اولي اللي بتلعب فيها الوراثه دور, دور كبير مهاري. وفعال تمام طيب. طيب. النحافه الثانويه دي بقى مه. ودي خطيره جدا مه. ليه انها ليها اسباب ثانويه تمام طيب. وخطوره النحافه الثانويه يا استاذ محمد ان انت لو ما عرفتش السبب مش هتعالج النحافه يعني القصه مش قصه انك تاكل وهتزيد احنا مش اربا ترمي فيها تزيد تشيل منها لا 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 مه. فعندي في اسباب شهيره مه. جدا على سبيل المثال وليس الحصر للسمنه النحافه السنويه. اول سبب هو اضطرابات الغدد. اضطرابات الغدد. عندي ثلاث غدد موجودين في الجسم اشهرهم حاجه اسمها الغده الدرقيه. تمام الغده الدرقيه دي بتفرز هرمون اسمه السيروكسين. الهرمون ده لو زاد افرازه بيو بي بي بيسبب زياده في فرط حركه وبالتالي الوزن يقل. <applause> يعني لو هي زاد هرمون الثيروكسين ده خلاص اسمها الطبيعي اللي بيحصل يديني حاجة لو قل يديني سم يا تمام كده مشكله كبيره جدا <تصفيق> <تصفيق> دي الغده الدرقيه <applause> الغده الثانيه اسمها الغده الجار كلوية، الغده الجار كلوية على عكس الدرقيه بتفرز هرمون الكورتيزول لو زاد الكورتيزول الوزن يزيد <applause> لو قل يبقى في <applause> الوزن يقل هي عكس الدرقيه يعني الدرقيه لو زاد افرازها وزنك يقل مم. لو قال إفرازها وزنك يزيد الغده الجار كلويه العكس. العكس يزيد الوزن يزيد يقل مم. الوزن يقل تمام الغده الثالثه هي الغده النكافيه ودي حالات نادره جدا تكاد تكون واحد في المليون مم. ولكن احنا بنقولها برده عشان لازم تدور على كل الاسباب من باب العلم بالشيء من باب العلم بالشيء يبقى اول سبب للاسباب السنه هو الاضطرابات الدرقيه في الغدد الثلاث غده اللي احنا اتكلمنا عليها تمام النقطه اللي بعد كده ودي مشاكل معظم المصريين يعني اضطرابات الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي خلاص تندرج تحتها الديدان والطفيليات اللي موجوده في الجهاز الهضمي اه بعض الناس بيبقى عندهم حاجه اسمها مال اه نيوتريشن سندروم وده الناس دي ما بتهضمش الجهاز اه الهضمي عندهم مش شغال كويس اه يبقى في سوء هضم في عنده سوء هضم ونص هضم دايما خلاص ولو جينا تتبعنا المشكله هتلاقيه يا اما هو عنده مشكله في موضوع الهضم ده او ما بينضخش الاكل كويس المض عمليه المضغ دي اساسا بتاثر على ثلاث ارباع عمليه الهضم طب يمكن يا دكتور اسلام في نقطه مهمه جدا ان كان في دراسه قريت عنها يمكن عايزه تحقق من صحتها او لا من من حضرتك ان بتقول ان من 30 و40% من اوجاع الجهاز الهضمي سببه عمليه سوء الهضم او سوء المضغ الجيد للطعام المعلومه دي صح ولا لا؟ انا رايي توصل 90% كمان, كمان. تمام؟ الحمد لله احنا عندنا معظم الناس بتاكل بره احنا بنبلع احنا بنظبط الاكل <applause> وخلاص تمام؟ آه, آه. اه بناكل اكل طبعا الفاست فود او الجنك فود ده بيتاكل بكميات كبيره مه. وطبعا الحياه حركه الحياه السريعه زي نفسها بتخليك بتاكل اكل بسرعه خلاص؟ فده اللي مه. بيخلينا ان احنا الاكل ما بنستفدش منه كويس خلاص كده؟ فبيحصل مال نيوتريشن سندروم خلاص؟ امثال اضطرابات الجهاز الهضمي الناس اللي عندهم امساك مزمن او اسهال مزمن ده برضو بيأثر على عملية تمثيل الغذاء فبالتالي ممكن يديني نحافة الناس اللي عندهم الشهية قليلة ما بياكلوش يعني في ناس بيبقى عندهم الشهية ما بياكلش هو طبيعته ان هو ما بياكلش اساسا خلاص فدي برضو تقع تحت اضطرابات الجهاز الهضمي طب ليه احنا بنوضح يا استاذ محمد ليه انا عندي من الاسباب السنويه اضطرابات الجهاز الهضمي عشان حضرتك اما تجيلي بابنك عنده نحافه اقول لك لا لازم نتاكد من سلامه الجهاز الهضمي ليه ان انا تخيل لو انا بديك اكله اديك اكله اديك اكله دي وانت عندك مشكله في الجهاز الهضمي جهازك ما بيهضمش اساسا عندك مشكله في التمثيل الغذائي ايه اللي هيحصل عمرك ما هيزيد عمرك ما هيزيد اه يبقى عندنا اضطرابات في الغدد عندنا اضطرابات في الجهاز الهضمي نمره 3 الحاله النفسيه امم الحاله النفسيه طب دكتور هنتوقع الحاله النفسيه بس عايز انوه للساده المشاهدين اللي حابب عنده اي استفسار اي سؤال بخصوص النحافه ممكن يتواصل معنا على الارقام اللي هتظهر دلوقتي على الشاشه اتفضل يا دكتور اسلام كنا عن الاسباب الح... النفسيه والحاله النفسيه طبعًا. عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا في المخ مركزين مركز اسمه مركز الشبع مه. ومركز الجوع ده اللي بيقول لك حضرتك شبعان وده اللي بيقول لك حضرتك جعان جعان جنبهم مركز مركز الحاله النفسيه او الاضطرابات النفسيه المركز ده اذا تم اثارته يعني لو حصل اثاره للاضطرابات النفسيه دي لو الانسان تحت ضغوط المركز ده جنبه مركز الشبع على اليمين ومركز الجوع على الشمال كل فرد على حسب طبيعه جسمه في ناس اما بتتضايق اللي بيحصل المركز ده بيثير مركز الشبع فايه اللي يحصل ما يكونش خالص وفي ناس اما تتحط تحت ضغوط تاكل بكميات كبيره جدا عشان كده يجي لك واحد يقول لك انا اما بتضايق باكل وفي واحد اما يتضايق ما بياكلش صحيح على فكره ده أوفر خصوصا الستات يا دكتور اسلام اه بيتضايق وبيكل يقول لك انا بتضايق انا باكل انا هعمل ايه غير ان انا هاكل حاجه ها. غريبه يعني لا هي هي فيسيولوجيه في الجسم يعني انا آه. مركز الاضطرابات النفسيه ده اما بيتم اثارته على حسب كل مريض يعني قد يتم اثاره مركز الجوع وقد يتم اثاره مركز م. الشبع بتفرق في ناس بجد بتتضايق بتاكل كميات كبيره يعني هي مش قاعده دكتور اسلام ان الستات هم اكتر في الم... في مش الموضوع ده لا لا هم يعني دي حاجه حاله خاصه آه، تمام تم. تم. طب هو زي ما بقول لحضرتك بيجي لنا ناس يقول لك انا ما بتضايق باكل ويقول لك انا باكل حاجات انا ما بحبهاش يعني باكل كميات كبيره هو بيسد الفراغ اللي عنده هو بيسد الفراغ اللي عنده طب هو فعليا جوه في فيسيولوجيه بتحصل هي اللي بتجبره انه يعمل كده م. وفي ناس ثانيه تاكل ده اوفر طبعا ان هو ايه؟ اما بيتضايق ما بياكلش خالص. يبقى ده الحاله النفسيه بتؤثر على الوزن، قد يكون بالزياده وقد يكون بالنقصان بالنقصان. بعد كده عندي آآ آآ الامراض زي مرض السكر، مرض السكر الغير منضبط قد يكون سبب للنحافه. م. اسباب اخرى بعد كده بقى زي الادمان والفشل الكلوي وامراض الكبد برضو قد تؤدي الى النحافه. النحاف. يبقى احنا قلنا اضطرابات الغدد. اضطرابات الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي الحاله النفسيه مم. قد يكون مرض السكر قد يكون بعض الامراض الاخرى ولو و... والادمان والكلام طبعا. زي ما قلت حضرتك احنا بننوه مم. برضو للساده المشاهدين حضرتك عندك نحافه ابنك عنده نحافه ابحث عن الاسباب بتاعه النحافه ان انت لو عالجت الاسباب احنا مم. 80% من مشكلة حل. تمام اكيد ان احنا الاول نحط ايدينا على الجرح وبعد كده نبدا نداوي الجرح تمام. طب دكتور اسلام يمكن الحاجات اللي اتكلمت فيها كتير يمكن دلوقتي سببت مثلا ربما تسبب ارق للمشاهد او مم. الا يقول لك طب الكلام الجامد الكتير اللي قاله دكتور اسلام ده طب ده ممكن لو عن لو عندي نحافه ممكن يعني يعود عليها بمردود سلبي بايه او هي, هي هي اضرار النحافه بشكل عام طيب زي ما قلت زي ما سمنا لها مشاكل انا عندي النحافه برضو لها مشاكل <applause> أول أول مظهر من مظاهر الأخطار بتاعت النحافة هو المظهر العام خلاص؟ خصوصًا لو بنت خصوصًا لو ست بنت مثلًا داخلة على مرحلة جواز أو أو طفلة حتى في المدرسة الشكل العام ده زي ما السمنة بتؤرق من ناحية الشكل العام برضو النحافة بتؤرق من الشكل العام التأثير تأثير النفسي تأثير النفس خلاص دي نقطة تمام. النقطة الثانية ودي تهمنا أكتر من الشكل العام ضعف جهاز المناعي م. وضعف الجهاز المناعي يعني اصبح طفل طفلك او طفلتك عرضه اكتر للامراض صحيح يجي تقول لك ده من اقل دور برد بيغيب قاعد معاه بالاسبوع والاسبوعين جهاز المناعه ضعيف جهاز المناعه ضعيف مه. خلاص ثالث حاجه ان هو اصبح عرضه لبعض الامراض الاخرى مه. زي مشاكل الجهاز الهضمي والحاله النفسيه السيئه وعرضه لمشاكل اخرى مه. خلاص يبقى احنا اهم حاجتين بتهمنا كمخاطر الحاله النفسيه خلاص وبعد كده ضعف الجهاز المناعي ومن ضعف الجهاز المناعي انا اصبح المريض عندي عرضه لاي أكثر مرض عالي أقصر عرضه للاصابه بأي مرض اه طبعا عشان كده موضوع النحافه من المواضيع المهمه جدا اللي احنا بنغفل عنها طبعا زي ما قلتها ان بعض الناس بتبص للنحيف على انه ايه في نعمه هو رشيق هو عنده مشاكل ممكن يحصلوا مشاكل اكتر من كده طبعا كمان ما هو ما هو دايما اللي يحسدوا على كده دايما اللي هو المليان اللي آه عنده سمنه صح. يقول لك ده سبحان الله ده رفيع وبياكل وعايز ياكل وبيتحرك وبيمشي ومش عارف ان ممكن يكون ده مسبب له مشاكل كتير آه طبعاً. بحاجات طبعاً. تانية كتير طب دكتور اسلام احنا اتكلمنا عن تقييم النحافه وعرفنا النحافه واتكلمنا عن الاضرار اللي هي من ممكن ان تعود على مريض النحافه طب هي افضل آه وسائل العلاج للنحافه ايه خلينا أك... قبل ما نتكلم على العلاج نقول ان احنا العلاج ده هيمشي خطوات. <هو> نمره واحد التقييم المنزلي، حضرتك قيمت في البيت عرفت ان ابن حضرتك ان هو عنده نحافه، يبقى الخطوه الثانيه هننتقل للمختص، يتم تقييم المريض اللي احنا قلنا بقى عليه التقييم المفصل طب التقييم المفصل يا دكتور استاذنك معانا استاذ محمد اتفضل يا فندم. انا بحب عندي الديجي <هو> الو ايوه انا معاك انا أنا نحيف نحيف أهو هو نحيف ده طفل ده محمد أه نحيف يا محمد عندي الديدان عندي الديدان عنده ديدان عنده ديدان أه وزنك قد إيه؟ وزنك قد إيه يا محمد؟ أنا 36 36 36 وطولك وطولك قد إيه؟ طولي مترة سم كم؟ 132 132 سم 132 ده يعني أنت لا 132 سم <applause> انت عندك كام سنه يا محمد 13 13 سنه تمام شكرا يا محمد امم ده انا مش حاسس ان هو نحيف حاسس ان هو سمين محمد 13 آه لا 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 بقول لك 32 سم بالنسبه لمحمد ها. هو بيتك... بي يعني هو بي... بيمس النقطه اللي انا بتكلم عنها نمره واحد نمشي مع العلاج محمد يتابعنا نمره واحد حضرتك قيمت نفسك في البيت او عرفت انت نحيف نمره اتنين جيت لنا العياده فصلنا الموضوع ده عن طريق التقييم نمره ثلاثه اللي محمد بيتكلم عنها يتم استثناء الاسباب السنويه لازم نتاكد ان انت ما عندكش اي سبب من الاسباب الايه اللي, اللي احنا قلنا عليها السنويه تمام. فهو مبدئيا قال انا عندي مشاكل ديدان وعندي طفيليات وعندي حاجات زي كده مم. يبقى يتم تحويل المختص الجهاز الهضمي وياخد مم. ادويه عشان تعالج النقطه دي تمام كده عشان نقضي على الاسباب وبعد كده يرجع لنا بقى عشان نقطه التغذيه مم. يبقى انا قيمت في البيت بعد كده جالك قيمته بعد كده استثنيت الاسباب السنويه مم. النقطه الرابعه بقى العلاج بتاعنا احنا هنمشي نظام ازاي انا عندي ثلاث محاور مهمين جدا العنصر التغذيه خلاص عنصر الرياضه عنصر الراحه تمام التغذيه والرياضه تغزية والراحه والرياضه والراحه تمام <applause> نبدا بموضوع الرياضه وده خطا شائع جدا الناس فاكرين ان اي حد هيروح يمارس الرياضه هو رايح عشان يبني كتله عضليه اه يبني كتله عضليه مش دايما رايح عشان وزنه يقل هو رايح يبني كتله عضليه والناس فاكره ان هيمشي ما دام هيمشي يبقى هيخس ومش هيزيد ده اعتقاد خاطئ عندنا ايوه في ناس بتقول لك لا ما تمارسش رياضه عشان انت نحيف فبالتالي انك انت هتبقى نحيف اكتر اه تمام آه. فايه اللي بيحصل انا عندي في بعض الرياضات بالفعل بتقلل الوزن زي م. المشي زي الهروله او الجري دي ممكن تقلل الوزن م. طب في بعض الرياضات بتبني كتله عضليه زي الجيم وده انا وافضل لبعض الناس انا عندي الرياضه لازم تمارس رياضه بصوره دوريه ويكون تحت مختص يعني انت تروح مركز م. رياضي يبقى في مدرب المدرب ده فاهم هو هيعمل ايه بتمشي على برنامج معين م. خلاص مش انت بتروح ما بتروحش تمشي من دماغك وبتمشي على اي تمارين مثلا لا انت في حد متابعك وعشان... صحيح في سيستم معين ماشي عليه آه. طب الرياضه هتفيدني ايه يا استاذ محمد هتديني نقطتين مهمين جدا النقطه الاولى هتديني بنيه عضليه ممتازه تمام ليه؟ ان انت انت حضرتك دلوقتي وزنك قليل صح؟ مهو. وعايز تزيد مهو. الزياده دي احنا عايزينها تزيد في تناسق في الجسم بحيث ان احنا الجسم بشكل كامل كامل أننا ما ينفعش ان احنا نزود فجاه نلاقي الزياده كلها بقت كرش اه في منطقه معينه منطقه معينه صحيح. يبقى انا كده افسدت الشكل العام يعني مم. بعد ما حضرتك كنت نحيف حضرتك اصبحت عندك كرش عندك كرشة. سمنه فالرياضه هتعمل لنا ايه هتعيد او هتوزع الدهون او هتوزع الزياده المكتسبه في دي في الجسم بشكل عام بشكل متناسق دي مم. النقطه الاولى النقطه الثانيه هتزود احساسك بالجوع يعني دايما اللي بيمارس رياضه بصوره دوريه بيبدا ياكل بكميات اكبر يكون عنده رغبه في في الاكل اه عشان هو طبعا احتياج جسمه اختلف مم. فدي اللي هتوفرها لنا المحور الاولاني اللي هو المحور الرياضي النقطة الثانية، المحور الثاني وهو عنصر الراحة. لازم بننصح الناس اللي عندهم نحافة لازم تنام فترة كويسة. لازم على الأقل من ست لثمان ساعات. طب فترة النوم يا دكتور إسلام هل مم. لها معد محدد ولا لأ؟ أصل أحيانا كتير تلاقي إحنا إحنا كتير مننا بينام طول النهار ويسهر طول الليل، هل مم. في فترة م م م معينة هي أفضل وقت إن أنا أنام فيها ولا لأ؟ أفضل فترة هي فترة الليل. ليه؟ مم. مش كلامي ولا كلام إبراهيم ولا أحد، لأ. هي ربنا الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها هي الفطره بالليل. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معش. ده ربنا كده. إيه. اه يعني حتى معلومه دلوقتي يا استاذ محمد هرمونات النمو لا تعمل الا في الليل، يعني الطفل بيطول وبيزيد وزنه بالليل. تمام ان الهرمونات دي بتفرز بس بالليل، م. فمعنى ان حضرتك بتضيع الليل حضرتك بتوقف عمل هرمونات كتير جدا م. وده اللي بيأثر على بعض الناس، يعني يعني انا انت حضرتك هتنام من 6 ل 8 ساعات لا ما تحسبش النوم اللي انت بتنامه بالنهار خالص انا بتكلم م. على راحه اللي هي الفتره بتاعت ايه؟ بالليل لان <applause> دي دي طبيعه الجسم الفطره بتاعت الجسم فطره ربنا خلقنا عليها ان ده وقت بتتفرز فيه هرمونات تمام ده بالنسبه للنوم النقطه اللي بعد كده هي التغذيه والتغذيه دي احنا بنمشي معاها على برنامج غذائي معين وبننصح ببعض بعض المشروبات اللي بتزود طب بعد ما دكتور بس عندنا محمد اتفضل يا محمد الحلقه كلها محمدات ممكن اكلم الدكتور اتفضل <applause> يا فندم اتفضل بقول لحق يا دكتور انا كنت عايز اسال حاجه بس بخصوص السمنه مش النحافه اتفضل اتفضل سريعا يا محمد بس ماشي كنت 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 انا وزني يعني تقيل كنت انا 120 كيلو تمام. ونزلت في فتره قصيره لبقيت بقيت 100 كيلو بعد كده زدت ل 105 بس بعد ما نزلت ال 100 كيلو ضعفت يعني القوه بتاعتي وال تمام. الباور بتاعي قل تمام كنت ماشي على نظام اكل في نوع واحد من الاكل او حاجه زي كده أو كنت كنت أو, كنت ماشي على نظام معين وكنت يعني نزلتهم في فتره قليله في ثلاث اسابيع ثلاث اسابيع يعني حضرتك عندك كام سنه أو. انا عندي 24 وطول حضرتك قد ايه 185 تمام حاضر نجاوبك حاضر حاضر شكرا أص... شكرا يا استاذ محمد شكرا اتفضل يا دكتور بالنسبه لاستاذ محمد خلاص احنا بنتكلم على الكيميكال <المن> دايت الناس اللي بتخس بطريقه سريعه اه بتمشي على نوع معين من الاكل انا بقول لحضرتك ان انا عندي اما بنقيم الجسم يا استاذ محمد بيجي لنا واحد زي الاستاذ محمد ده بيجي لنا نسبه العضلات مثلا 40% <applause> خلاص؟ دايما الكيميكال دايت ده بيأثر على البنيه العضليه استاذ محمد الكام كيلو اللي نزلهم نزلهم في البنيه العضليه مش في الدهون <applause> فايه اللي حصل؟ أول ما يوقف الرجيم زاد تاني وفي نفس الوقت حاسس بإيه؟ مجهوده قل مجهوده قل ليه؟ ان أنا عندي البنية العضلية قلت مه. وده اللي إحنا بنقول عليه أنا معياري هو جهاز تقييم وتحليل نسبة الدهون مش مه. الميزان اللي حضرتك بتقيس عليه في البيت مه. فأنا بطلب من سيد محمد لا لازم تروح لمختص يكون عنده جهاز تحليل نسبة الدهون وتشوف أخبار الدهون عند حضرتك والبنية العضلية أخبارها أهي وعلى أساسه يتم إجراء الخطوات اللازمة. تمام كنا كنا بنتكلم يا دكتور قبل محمد عن المشروبات اللي ممكن اه قد يكون دينا. مثلا احنا عندنا على سبيل المثال زي الكاكاو والسحلب والحلبه اه مثلا المطحونه والحاجات دي م. دي بتزود بتزود معدلات الحرق وطبعا كثير وكثير من المشروبات ممكن نزودها ودي بنحطها تدريجي بنزود السعرات الحراريه يا استاذ محمد تدريجي م. مع المريض يعني احنا بنزود السعرات الحراريه ايه؟ تدريجي <متحدث> <متحدث> تمام يعني ما ينفعش ان انا مثلا ماشي على 1200 سعره بعد كده ابدا لا 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 ان انا 3000 سعره في نفس اليوم ما ينفعش لا لا, لا تمام طب دكتور اسلام سريعا كده هل في ناس يعني معينه نقدر نقول ان النحافه بتمثل لهم حاله خاصه ولا لا؟ تمام طيب انا هتكلم عن نوعين مهمين اولا الحوامل واحنا بنقول اي ست حامل خلاص ما تمشيش على اي نظام اكل ولا تعمل اي نظام دايت ولا تعمل اي حاجه ولا تاخد دواء الا باستشاره دكتوره النساء والتوليد تمام لازم تكون متابعه معاها وبنصحها بقول اي واحده مقبله على الزواج او مقبله ان هي داخله على حمل ان حافه بتمثلك مشكله زي السمنه زي ما السمنه كانت بتعمل حاجه اسمها تكيس المبايض وبتاخر لنا عمليه الانجاب برضو ان حافه ممكن تاخر وصح. عمليه الانجاب تمام ثانيا ان هي لما بتدخل في الحمل وهي نحيفه يا استاذ محمد ده بيضعف عمليه الحمل طمع. وممكن يؤثر على الجنين ان الجنين بيتغذى منين من الام اذا كانت التغذيه بتاعه الام ضعيفه وكانت هي نحيفه هيتاثر, بال... هيتأثر, بال... هيتأثر بالتبعية صحيح. حتى بعد الولاده <applause> عملية إضرار الحليب او اللبن للطفل بتتأثر بالنحافة ليه ان انت اللبن ده من الكلسة من المخزون جوه خلاص فده طبعا بيأثر على الطفل فانا بنصح الست الحامل خلي بالك او اي واحدة مقبلة على الزواج او الحمل لازم تعالج النحافة الاول دي النقطة النقطة الثانية هي الاطفال والاطفال هم حالة خاصة بسبب طبعا المشروبات والشيبسي والبيبسي والحاجات اللي تم خداع الاطفال بيهم وبالتالي الطفل لما بياكل كميات كبيره من الحاجات دي يا استاذ محمد بره بيروح عليه ما بياكلش الوجبه بتاعته فاللي بيحصل احنا بنفقد الوجبات الرئيسيه عندنا في البيت والوجبات الصحيه والوجبات الصحيه <applause> فانا الاطفال والحوامل لا دول خط احمر دول <applause> لازم يتم عليكم يعني طبعًا. بصوره صحيحه وبخطوه سريعه جدا تمام طب النصايح دكتور اسلام سريعا بس عشان الوقت بيداهمنا النصايح بشكل عام اللي ممكن تديها لمريض النحافه احنا هنقول لمريض النحافه نمره واحد ما مش عايزين ناكل وجبات وجبه كبيره جدا مره واحده <applause> ليه ان الكلام ده هيأدي لحاجه اسمها التخمه <applause> خلاص ومش هيدينا احساس الشبع اللي احنا عاوزينه ولا هيزودنا في الوزن ده بيعمل لنا مشاكل في الجهاز الهضمي دي طبعا. النقطه الاولى النقطه الثانيه اوعى تركز على نوع معين من الوجبات يعني الناس اللي بتركز على الدهون بس اللي بيحصل ان ده بيمثل عبء على الجهاز الهضمي بتاعك فهيعمل لك مشاكل النقطه الثالثه اوعى تلجا للاعشاب والحاجات اللي هي مكولة المصدر زي القنوات المكولة والاعشاب الصيني دلوقتي والحبه السوداء والحبه الخضراء اللي بنسمع عنها في, الع... آه. في اعلانات كتير الحاجات دي مكولة المصدر حضرتك ما تعرفش ايه مخاطرها ولا ايه فوات النقطه الرابعه اوعى تنخدع بموضوع اصل انا مش همارس رياضه عشان ما اخسش تمام لا. يبقى احنا محتاجين يا دكتور اسلام ان احنا نتعلم ازاي ناكل صح كده؟ تعرف تاكل ازاي؟ تمام ان شاء كنا. الله باذن الله الناس كلها تعرف تتعلم. <applause> آه في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ان اقدم كل الشكر والتقدير للدكتور اسلام فايد اخصائي العلاج الطبيعي والتغذيه والمدرس المساعد بكليه العلاج الطبيعي شرفتنا ونورتنا رب دكتور ربنا ونتمنى ربنا ان الحلقه النهارده تكون يعني افادت المشاهدين بشكل ايجابي. واحنا ان شاء الله اي حاجه يعني اي حاجه تكمله للحلقه يمكن جداول او حاجه ان شاء الله هنرفعها على صفحه المركز ان شاء الله ممكن نقولها طيب سريعا؟ احنا الجداول بتاع توزيع الوزن عشان الناس تعرف توزيع وزنها والنصايح بتاعه النحافه تمام واي خطوات هنعملها ان شاء الله هتترفع شاء على صفحه المركز ان شاء الله باذن الله شكرا جزيلا دكتور اسلام ايضا مشاهدينا الكرام الشكر موصول لكم انتم ايضا على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا على امل ان نلتقي بكم مجددا في حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الرشاقه والجمال لكم من انا محمد زهران كل التحيه والتقدير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته